إسرائيل تشن حرب نهائية اليوم، حرب وجودية، حرب تريد إزالة كل العوائق الموجودة في المنطقة من أجل إعادة ترميم المشروع الصهيوني في المنطقة والانتقال للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي يعني عندنا المرحلة الأولى بال 1948، واليوم عندنا المرحلة الثانية لبقاء هذه الدولة، هي التطبيع الكامل مع العالم العربي وإزالة كل ما تعتبره إسرائيل شوائب أمام هذا التطبيع. من هون عم فينا نقول اليوم أنه كل المحاولات اللي هوكشتين في إسرائيل أو في لبنان، سمعنا عن ورقة من 11 نقطة، واليوم عم نسمع من اقتراح إسرائيلي لوقف العملية البرية بمقابل حصار أمريكي بحري جوي بري للبنان. كل هذه المسائل حتى وإن طبقت في مرحلة معينة أو لفترة معينة، ولكن على المدى البعيد إسرائيل بدأ استكمال المشروع، أي إعادة السيطرة على المنطقة وتكون هي القوة الكبرى في المنطقة والدول الأخرى ملحقة فيها. هذا القرار منه تابع أو نابع من بنيامين نتنياهو بس. اليوم أنا يعني بخالف كثير الناس اللي بيطلعوا بيحرروا اللي بيقولوا بنيامين نتنياهو بده عم يهرب لقدام أو بده يهرب من مشاكله القانونية بإسرائيل والملاحقات القانونية، عم يهرب بالحرب حتى اللي ما يفوت الحبس. لا، هذا كله كلام يعني هامشي جدا وما له نعم. اي طعم. المشروع الحقيقي اللي موافق عليه كل اسرائيل الحكومي وكل الاحزاب وحتى 90% من الاسرائيليين نعم. هو انهاء حاله المقاومه في المنطقه وسيطره اسرائيل على المنطقه. هذا المشروع ستستكمله بالحديد والنار. والعامل الوحيد، المعادله الوحيده اليوم اللي ممكن توقف هذه الهمجيه وهذه الهستيره الاسرائيليه هي صمود المقاومه على الحدود، صمود المقاومه اللبنانيه بالفعل اليوم هي التي يمكن أن تسقط هذا المشروع. وما ببالغ كثير أبدا لما بقول إنه نحن كلبنانيين اليوم، كل اللبنانيين مش بس المناطق الجنوب أو البقاع أو الضاحية اللي هن الحضن التاريخي للمقاومة، كل اللبنانيين حتى القوى اللي تعارض حزب الله واللي عم تقول واللي ناطره اليوم اي تغيير بالخارطه السياسيه اللبنانيه في وهم تسلم السلطه، اليوم كلنا بحاجه لحزب الله قوي، بحاجة لمقاومة قوية، لأنه في حال انهيار المقاومة وانهزام المقاومة هذا سيعود بالكوارث على كل اللبنانيين، وتحديدا على الفريق اليوم اللي عم يقول أو اللي ناطر مثل ما قلت اللي ناطر انهيار حزب الله ليتسلم السلطة بلبنان. الخطر عليهم أكثر من البيئة الأخرى، وهلا إذا بدك بنشرح ليش في خطر على هول أكثر من البيئة الثانية. نعم. يعني اللي قلته حضرتك يختصر صورة إسرائيل، وحتى بالرد على كل هذا الكلام اللي كنا عم نقوله قبل أنه نتنياهو يريد أنه الهروب إلى الأمام وعنده مشاكل جوا بالداخل وبده حرب تانية، ويختصر إذا بدك إرادة الدولة العميقة الإسرائيلية بأنه اليوم من بعد 7 أكتوبر صار في قرار نهائي مثل ما عم تقول حضرتك بالقضاء على حزب الله وعلى حماس وعلى كل حركات المقاومة في المنطقة وصولا إلى إيران. خلينا نبلش من إيران، هلا برجع فوت على الداخل اللبناني وحزب الله تحديدا، وبدي كمان في أمر لافت جدا، هلا قيادة حزب الله أصدرت بيان قالت فيه أنها سلمت وقررت أنه أن تنصب الأمين العام لحزب الله الجديد وهو الشيخ نعيم مقاسم، ودلالة هذا الموضوع اللي بنحكي فيه. بس ليش قالت يمكن إيران قبل حزب الله؟ هون بهذا المطرح أستاذ موسى، يعني أصلا حزب الله بيعتبروا هلأ الإسرائيلي أنه هن عم بكادوا يخلصوا، وبيقولوا أنه بعد عنا أسابيع برا لنوصل للليطاني، وأنه قدرة حزب الله بالسلاح صارت أنه يعني مدمرة شبه بالكامل، بينما إيران فتحكمها قواعد أخرى، والسقف الأمريكي بين إسرائيل وإيران هو دائما الذي يحكم هذه العلاقة، وبقاء إيران أو زوال إيران هو ليس قرار إسرائيلي، هو قرار أمريكي. والأمريكي اليوم يبدو من خلال دعواته وعمله من أجل وقف التصعيد في المنطقة لا يريد إسقاط إيران، خصوصا عندما نتحدث أن إيران خيرت بين الدولتة البقاء هي المحافظة على النظام الإيراني أو أذرعتها. في هيك كلام أكيد بدي أسمع رأيك، تفضل. خلينا يعني توقف عند مجموعة من المغالطات بالشرح اللي قدمتيه جوزيفين. أولا زوال إيران أو بقاء إيران مش بيد الولايات المتحدة الأمريكية، يعني مش الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقرر بقاء إيران أو زوال إيران.
هي مش عم تقرر ببقاء وزوال حماس، هي مش عم تقرر ببقاء وزوال أي الحوثيين في اليمن، مش عم تقرر بزوال وبقاء مجموعات من المقاومين في العراق، فكيف بدها تقرر بزوال وبقاء إيران؟ نحن عم نعطي حجم للأمريكيين أكبر بكثير مما بتستاهلوا. اليوم لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية وحدة على الساحة الدولية، هي التي تقرر وبتشيل وبتحط، ونحن بنمشي بأمرها من الله وكي تكرم عينك. لا قدرة للولايات المتحدة الأمريكية على ما تصور شيء خارج المنطق، خارج مش بس لا أنا عم مبالغ أقول، فيه، بس خارج المنطق. عفوا تعقيبا على هيدي النقطة، بس أنا عم أقول إنه اليوم مع عملية الرد والرد المقابل بين إسرائيل وإيران كان في مساعي وضغط أمريكي على إسرائيل إنه ما يكون الرد على المفاعل النووي أو أنابيب هذا النفط، شيء مختلف وإنه تماما عن تحصر المكلمة. هذا هذا شيء اللي أنا مختلف عم تماما أقوله، عن إنه قدرة اليوم إيران، هي هذا شيء حصرت مختلف تماما عن الصراع قدرة يعني. إيران إنه قادرة يعني تتصرف بمستقبل، قدرة الولايات المتحدة التصرف بمستقبل إيران. التدخل الأمريكي في هذا المجال مش كرمة لعيون الإيرانيين أو لحزب الله، هي المسألة يعني كرمة لعيون الإسرائيليين أكثر منها لعيون الإيرانيين. نحن شفنا خلال المواجهات اللي صارت بشكل مباشر بين الإيرانيين والإسرائيليين في الأشهر الماضية، الرد الإيراني الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الأول اللي إجا بعد هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية بالشام، الرد الإسرائيلي كان تافه، يعني ما حدا سمع فيه، حتى الإسرائيليين ما حكيوا عنه. الرد اللي صار امبارح كان أقل بكثير من التوقعات اللي كنا بننتظرها من إسرائيل، لأنه صار شهر إسرائيل عم تقول إنه نحن بدنا نرد وبدنا نكسر وبدنا نعمل وبدنا نشيل، فالرد العسكري الإسرائيلي كان أقل بكثير من التوقعات. اللي عملته الولايات المتحدة الأمريكية هي أن تمنع إسرائيل من استهداف المنشآت النووية الإيرانية ومراكز الطاقة، وهذا ليس لصالح يعني مش كرمال إيران، هذا كرمال إسرائيل، لأنه استهداف المنشآت النووية الإيرانية اليوم بده يفتح الحرب بشكل واسع بين إيران وبين إسرائيل. ومش عم أقول إنه إسرائيل ضعيفة، ولكن الحرب اليوم بين إسرائيل وإيران ستكون مكلفة جدا للإسرائيليين وللأمريكيين في المنطقة. على هذا الأساس الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا إدارة بايدن، يمكن تكون إدارة ترامب مختلفة تماما، إدارة بايدن لا تريد هذه الحرب مع الأمريكيين في المنطقة، هي تريد يعني أن تسلم إسرائيل مفاتيح المنطقة، مفاتيح السيطرة على المنطقة من خلال التخلص من العناصر المقاومة، وأن تنسحب من هذه المنطقة لتروح، لأنه عندها مواجهات مختلفة مع الصين.